أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة. أشهد أن محمد رسول الله، حي على الفلاح. أشهد أن محمد رسول الله. الله أكبر، الله أكبر. لا الحمد لله، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. أحمده سبحانه لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله، أرسله الله بالحق بشيرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين آووه وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، تحتفل الأمة الإسلامية اليوم بيوم من أيامها المجيدة وذكرى من ذكرياتها الخالدة. إنها ذكرى فاتح محرم، فاتح السنة الهجرية، فاتح صفحة جديدة من مسار الدعوة الإسلامية والرسالة الخالدة التي شاءت الحكمة الإلهية أن تكون آخر اتصال بين الأرض والملأ الأعلى، وأن يكون صاحبها صلوات الله وسلامه عليه خاتم الأنبياء والمرسلين. فبعد 13 سنة من الدعوة إلى إخلاص العبودية لله الواحد الأحد، وتنقية التصورات الإيمانية للربوبية والألوهية من كل الشوائب التي تراكمت في معتقدات الناس حقباً طويلة، وبعد معاناة رسول الله صلى الله عليه وسلم والقلة المؤمنة معه من عناد وكفر وكيد كفار قريش، أمر الحق سبحانه نبيه بالهجرة من مكة مسقط رأسه إلى المدينة المنورة التي كانت تسمى قبل البعثة بيثرب. نعم أيها المؤمنون، هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم رفقة صاحبه أبي بكر الصديق رضي الله عنه، هاجر وليس معه مال ولا متاع، يحمل معه إيمانه وعقيدته، الإيمان الذي يعطي للنفس سكينتها وللروح طمأنينتها. هذه السكينة التي غمرت قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الهجرة، فلم يعتره هم ولا حزن، ولم يستبد به خوف ولا وجل، ولم يخالج صدره شك ولا قلق ولا انزعاج ولا اضطراب. وصدق الله العظيم: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن
إن الله معنا. ولما أحس الصديق بمشاعر الخوف والحزن، ليس الخوف والحزن على نفسه هو، بل على الرسول الأكرم وعلى مصير الرسالة والدعوة، قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: والكفار يتعقبونهما مترصدون بباب الغار، يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم مثبتا فؤاده: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ إنها سكينة من الله في أوضح صورها، السكينة التي بها يطمئن القلق ويقوى الضعيف ويهتدي الحيران. أيها المؤمنون، ليس موضوعنا تفصيل ما بعد حدث الهجرة وما أعقب ذلك من ظروف نشوء الدولة الإسلامية الفتية، وإنما نريد أن نستخلص عبراً من هذا الحدث الفيصل، فنقول بأن أمام المسلم هجرات كثيرة ومتنوعة تنتظره في حياته ومعاشه: هجرة من الشك إلى اليقين، هجرة الوهم إلى الحقيقة، هجرة الكسل إلى العمل المثمر، هجرة الخمول إلى العمل البناء لعمارة الأرض وبناء الحضارة وإسعاد الإنسان، هجرة البغضاء والكراهية إلى المحبة والألفة، هجرة الرذيلة بمختلف صورها إلى الفضيلة التي تزكي النفوس وتطهر الأرواح وتريح الضمائر، هجرة التنازع والتطاحن إلى التعاون والتكافل والتآزر، وإجمالاً هجرة سبل الشر إلى مسالك النجاح والفلاح. أيها المؤمنون، بهذا الفهم الأخلاقي العميق للهجرة يتعين على المسلم أن يخلد حدث الهجرة النبوية المؤسس الفارق بين عهدين، فيضع الموازين القسط والمكاييل العادلة، يميز بها بين أسباب البناء وعوامل الهدم، بين الشر الخفي والمعلن، وبين خير الفرض والمجتمع والأمة. عباد الله، يوم واحد يفصلنا عن حلول ذكرى حدث جليل، حدث جليل آخر وملحمة كبرى، ملحمة جهاد الأمة المغربية بقيادة العرش في سبيل استقلالها وانعتاقها، جهاد شاق طويل ومرير أمام قوة وجبروت المحتل، جبروت وجه بالإيمان الراسخ بعدالة القضية وصدق القلوب وإباء النفوس وقوة العزائم وعلو الهمم، إلى أن أجبر على إعادة رمز الأمة الملك المجاهد مولانا محمد الخامس طيب الله مثواه إلى عرشه، وحقق الله على يديه الفتح المبين والنصر المكين. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. إن الاحتفال بالأعياد الوطنية مبعث الشعور بالفخر والكرامة، ومناسبة متجددة للتعبئة العامة نحو مزيد من المنجزات وجلائل الأعمال. فاللهم اهدنا إلى سواء السبيل وصراطك المستقيم، واجعل هجرتنا إليك وإلى كل عمل تحمده وترضاه، وأعد اللهم على أمير المؤمنين هذه الذكريات ومثيلاتها باليمن والبركة والهناء، وبكامل التوفيق وتمام السداد فيما يقوم به من مبادرات، ويضعه من برامج وخطط، ويقيمه أينما حل وارتحل من مشاريع يتوخى منها سعادة شعبه ورفاهيته وعزته. آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعل لكل أمة أياما تتذكر فيها أمجادها وتخلد فيها معاني عزتها وكرامتها، وأشهد أن لا إله إلا الله ناصر عباده المؤمنين الصادقين،
وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله الرؤوف الرحيم بالمؤمنين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الذين شرح الله صدورهم بالإيمان وزين قلوبهم بالتقوى والإحسان. أما بعد، أيها المؤمنون، إن حدث الهجرة وحدث الاستقلال حدثان عظيمان ينضافان إلى حدث كبير آخر خلده الشعب المغربي الأسبوع الماضي، هو الذكرى 37 للمسيرة الخضراء. هذه الملحمة الفريدة التي كانت مناسبة أكد فيها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله عدداً من المبادئ والثوابت، فقال أعزه الله: إننا ونحن نواصل عملنا الدؤوب في سبيل تحقيق المزيد من التقدم والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لأقاليمنا الجنوبية، إنما نؤكد وفاءنا لقسم المسيرة الخضراء في التشبث بالوحدة الترابية للمملكة وبسيادتها الكاملة وثوابتها المقدسة، ومواصلة الإسهام في بناء مغرب الوحدة والتقدم والرخاء. وفي ذلك خير وفاء لروح مبدع المسيرة الخضراء والدنا المنعم جلالة الملك الحسن الثاني أكرم الله مثواه، ولأرواح شهداء الوحدة الترابية. انتهى النطق الملكي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمد صلاةً تنجينا بها من الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وترفع بها أعلى الدرجات في الحياة وبعد الممات. وارض اللهم عن جميع الصحابة الأبرار المهاجرين منهم والأنصار، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وانصر اللهم عبدك الخاضع لجلالك المتواضع لعزك وسلطانك، أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين، جلالة الملك محمد السادس نصرا عزيزا تعز به الإسلام والمسلمين، وتجمع به كلمتهم على الحق المبين. اللهم وفقه لما تحبه وترضاه، واحفظه بما حفظت به الذكر الحكيم. اللهم إنه قد هاجر إليك بروحه وقلبه ومشاعره، كما هاجر إليك جده المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فحقق اللهم رجاءه، فحقق اللهم رجاءه وآماله، واشدد ملكه وآته الحكمة وفصل الخطاب، إنك أنت العزيز الوهاب. اللهم أقر عينه بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن، وأصلحه وأنبته نباتا حسنا، واشدد أزر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير السعيد مولاي رشيد، واحفظه في كافة أسرته الملكية الشريفة. اللهم أغذق سحائب المغفرة والرحمة والرضوان على فقيدي الوطن والإسلام مولانا الحسن الثاني ووالده مولانا محمد الخامس. اللهم أكرم مثواهما وطيب ثراهما، واجعلهما في مقعد صدق عندك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، ووفقهم لما فيه خيرهم وصلاحهم وعزهم وهناؤهم في كل بلد وحين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر، الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. الله أكبر، الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. السلام عليكم. سلام.